السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عصام من قناة عصاميات. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ إن شاء الله يكون كله تمام. كل سنة وأنتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا، وعقبال كده كل سنة إن شاء الله مع بعض، وتكونوا كلكم تمام وأنتم بتشوفوا عصاميات. والله شاعر. خدتوا بالكم؟ تمام، عصاميات مش حلوة خالص؟ طيب. نيجي بقى للفيديو النهاردة. فيديو النهاردة أنا عامله لناس معينة. أيوة أنا كل فيديو بيعمل لناس معينة. فيديو النهارده للناس اللي هي اول ما بتسمع ان عيد الاضحى قرب بتعمل معسكر في البيت. ايوه مفيش خروج، لا تشوف بقى خرفان بتتذبح ولا خرفان ماشيه في الشارع ولا اي حاجه، وبيكون لا بيحب الفته ولا بيحب اللحمه الضاني، مقضي العيد كله فول وفلافل. وتلاقي بقى بابا بيقول له يا ابني الفته حلوه، يا ابني كل الفته جميله، واللحمه الضاني والفته بقى عليها صلصه وشويه بقى توم على شويه خل وحركات، والله جوع. بيقول له يا ابني الناس كلها بتاكل فته في العيد، طب انت هتاكل ايه؟ بس يا حاج سيبنا بقى اتصرف في الموضوع ده. من الاخر كده، لو انت من الناس اللي ما بتحبش اللحمه الضاني ولا الفته فكمل الفيديو للاخر، لكن انت بقى لو من الناس اللي بتحب الفته زي حالاتي فكمل برضو الفيديو للاخر، هيعجبك ان شاء الله. بالمناسبه صحيح، وصلنا ل 100 مشترك والحمد لله، وحب اشكر كل الناس اللي دعمتني وكل صحابي وكل عيلتي، وان شاء الله كده على اخر السنه نوصل ل 1000 مشترك. شدوا انتوا بس لحالكم كده، لايكات وشير وسبسكرايب بقى، ونوريهم بقى هنعمل ايه النهارده. بقى هنتكلم عن مطعم، هو مطعم سوري واسم المطعم سوري برضه، ولكن احنا مش هنتكلم عن كل المطعم بما اننا احنا في العيد وسعادتك ما بتحبش الفته، فالنهارده موضوعنا هيكون عن الفته برضه، ولكن الفته السوري. لان خلينا نتكلم النهارده عن مطعم سوري، ان هو بيعمل اربع انواع من الفته. نوعين من الفته احنا عارفينهم، ونوعين تانيين هم دول اللي خلوني اعمل الفيديو النهارده. فالنهارده هنتكلم عن سيكشن معين، هو سيكشن الفته. والان حان وقت التذوق. تعال نبص على الباكج عامل ازاي. نفتح كده نبص. طبعا هو حطهم في كيسين عشان الكيس الاولاني دوت لما يتربطوا كده بيبقى ايه، بيثبت الفته ما يخليهاش وانت ماشي في الشارع تقع منك وكده. حركه ذكيه الصراحه. هقول لكم عنيه في الاخر. وكيس فيه مناديل ومعلقه جوه تقريبا. بحب ان اول باكج ده، باكج اللي هو هيحط لك كده في كيس كده وجوه مناديل وحته معلقه حنين. تعجبني اول باكج ده. تعال اول نتكلم عن الحجم. في مطعم سوري عندك حجمين، الحجم الاول هو حجم الميديوم والحجم الثاني اللارج. ده الحجم اللارج وده الحجم الميديوم. بصراحة أنا شايف إن في فرق بينهم كبير، لو أنتوا بصيتوا كده الميديوم يعتبر سمول مش ميديوم، ولكن اللارج هو الكبير. يعني لو بصيتوا كده على الفرق في فرق كبير جدا، وتقريبا كده في السعر فرق بين الميديوم واللارج تقريبا 10 جنيه، ولكن نصيحتنا خليك في اللارج، سيبك من الميديوم مش هيشبعك. هنبدأ بقى بأول طبق فتة، وأول طبق هو فتة الفراخ، سعره الميديوم عامل 31 جنيه 58 قرش، واللارج عامل 41 جنيه 23 قرش. بصراحة مش عارف إيه حكاية التسعيرة، ليه 23 قرش؟ ليه 58 قرش؟ ليه مثلا مش 50 قرش؟ ليه مش 41 بس؟ مش عارف، ولكن ماشي. في حاجة برضه عايز أقولها، إضافة لسعر فتة بيزود عليها 14% ضريبة على سعر الفتة. ده شكل فتة الشاورما فراخ. لو انت طبعا مالكش في اللحمة الضاني فأول نصيحة بالنسبة لك فتة شاورما فراخ. كنظرة أولى كده كمية الفراخ تعتبر كويس للحجم بتاع الطبق. ادوق. نفتح الكيس دوت. عارفها أنا دي اللي هي شوكة ومعلقة 2 في 1. تعال نبص كده. في حاجة برضو قبل ما ادوق بصراحة كده، انا كنت اتمنى ان هو يحط لي التوميه بره في حله لوحدها، بحيث ان في ناس ممكن مثلا ما بتحبش التوميه زياده عن اللزوم، فهو هنا حاطط لي التوميه في الفته ذات نفسها، ولكن الافضل ان التوميه تكون في علبه لوحدها، بحيث ان انا لو عايز ازود توميه احط، عايز اقل احط براحتي. بسم الله. بالنسبه لحجم الطبق فالتوميه كتيره، انا بالنسبه لي بحب التوميه، الطبق عجبني جدا. الرز مظبوط، توميه يعتبر كتيره، ولكن انا بالنسبه لي كشخص بيحب التوميه فعجباني الصراحه. والفراخ طريه وحلوه، يعني مش ناشفه معاك في البوق، لا طريه كده وبتاكل والنموذج مع بعض، لا ياخد تقييم حلو. اللي بعده ندخل بقى على النوع الثاني، والنوع الثاني برده معروف وهو فتت شاورما اللحمه، ودي طبعا الحجم الصغير. نيجي للسعر. سعر فتت شاورما اللحمه الميديوم عامل 33 جنيه و33 قرش، واللارج عامل 42 جنيه و11 قرش. برضه التسعيره غريبه، ما اعرفش انا التسعيره دي معموله ازاي، يعني 11 برضه مش عارف. نفتح ونشوف. لا يا جماعه المطعم تحفه الصراحه. بص كميه اللحمه، لا الراجل متوسط يعني مثلا ان هو طبق حجمه صغير ولكن اللحمه كتيره جدا، فلا لا 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 شغل عالي. بسم الله. من كتر اللحمه مش عارف اطلع رز.
زي اختها بالظبط. الرز مظبوط، توميه كتيره جدا، فلو انت ما بتحبش التوميه حاول تقول له ايه قلل التوميه شويه، او قول له او ما اعرفش ينفع ولا، بس قول له ايه حط التوميه بره ما تحطهاش في الفته. اللحمه طريه، وانا طبعا بعشق اللحمه الطريه مظبوطه، ما اعرفش ممكن عشان الفته خدت مني وقت قبل ما اخدتها من المطعم وجيت هنا، بس العيش طري شويه مش كريسبي، فانت لو اكلتها في المطعم هتلاقي ايه العيش كريسبي، فدي تجربه احسن. تقييم ليها حلو. نيجي بقى لنوع الفته الثالث، ونوع الفته ده بصراحه فته يعني غريب بصراحه، يعني هي الفته اسمها فته صيني. لما سالت الراجل ايه هي الفته الصيني قال لي هي عباره عن قطعه دجاج وعليها فلفل الوان وكده متقطعه. طبعا بقى الرز والعيش بتاع الفته ما اعرفش بقى هو حاطط توميه ولا لا، بس ما اظنش حاطط توميه، بدل التوميه هو حاطط حاجه اسمها الصوص الصيني. الصوص الصيني دوت لما سالته عباره عن ايه قال لي هو عباره عن مزيج ما بين الحلو والحادق، فقلت له تمام هات لي بقى الطلب دوت ودوقني نفتح ونشوف. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، الريحه نايس، لا نايس، ريحه البصل وريحه الصوص دوت شكله عامل ازاي؟ نايس نايس، نجرب ندوق. نوع الرز دوت هو بسمتي بس مش عليه كاري تقريبا. في حاجة؟ تقييم تقييم صح، معلش نسيت. بالنسبة لتقييم المطعم دوت بصراحة الطعم في بقي غريب، يعني أول مرة أدوقه. البصل كويس مع فلفل الالوان مدي طعم حلو، الرز معمول كويس برضه مطبوخ كويس، الفراخ طعمها حلو، ولكن الصوص الصيني دوت حلو وحادق، ولكن انا حاسس ان الاكل على بعضها مديها كده طعم السويتنس اللي هو ايه مسكره قوي، يعني برضه ايه مفيش توازن قوي. بس انا بالنسبه لي تاخد تقييم حلو، ممكن حد غيري ما يعجبوش لان هو بالنسبه لطعم الحاجه طعم غريب مش اي حد ممكن يتقبله، ولكن بالنسبه لي ياخد تقييم حلو وحلو قوي كمان. لو كان ظبط اللي هو الحلو مع الحادق ظبطهم صح فيبقى ممتاز. نسيت تقول على السعر صحيح. بالنسبه للسعر، الميديم سعره 31 جنيه 58 قرش، واللارج ثمنه 41 جنيه 23 قرش. ندخل بقى على اخر حاجه وهي فتت الكفته بالزبادي. لما جيت اطلب قال لي تحب تحط الزبادي على الفته ولا تخلي الزبادي لوحدها؟ قلت له انت تنصحني بايه؟ فقال لي انصحك انك انت تخلي الزبادي لوحدها لان الزبادي بتكون ساقعه، فانت لما تيجي تحطها على الكفته دلوقتي وعقبال ما تروح هتلاقي الزبادي بقت سخنه فمش هيديك طعم كويس، فقال لي خليها علبه لوحدها، وده اللي كنت اتمناه يحصل برده في التوميه، ولكن ماشي. او بس ايه نشوف السعر كام. نرجع للاسعار الغريبه دي، فتت الكفته بالزبادي السعر الميديم 30 جنيه و70 قرش، وطبعا ما اعرفش ليه بيسعروا كده، واللارج 41 جنيه 23 قرش. نفتح ونشوف. تعالي اول نبص على الزبادي، ده فيه جواه حاجات. بصوا جواه ايه ده، تقريبا فستق ولا ايه مش عارف، ممكن مكسرات مشكله. بصوا في حاجه لونها اخضر مش عارف ايه نظامها، دي عباره عن ايه؟ عندها الاول كده لوحدها بعد كده ايه نحطها على الفته. ده اسمه ايه دوت؟ تقريبا نعناع، تقريبا حاطط حاطط نعناع على الزبادي، ودوت مش فاكر اسمه ايه نسيت اسمه خالص مش عارف ازاي. فستق تقريبا. تعال نبص على كفتة الزبادي مقارنة بالحاجات القديمة، لا ديت زعلني لان هو حاطط بس خمس كفتات، كنت اتمنى تبقى سبعة او ثمانية. هتقولي ليه معرفش هو كده، انا عايز سبعة او ثمانية لكن دول خمسة بس. ماشي تعال اول نجرب من غير ما نحط زبادي ومرة بالزبادي. طبعا رز ابيض وعيش، وده نعناع ده ولا ايه؟ الرز وعيش حلو، الكفتة حلوة بس كانت عايزة ايه سنة ملح زيادة. تبقى زبادي على الكفتة ونقلب كده. اتفضل معايا افتح بقك، مش عايز براحتك تقص، قلت لك. هي حلوة الصراحة، وحتة النعناع في النص كده بتديك ايه ها زقة، ولكن انا هديها عادي. ليه؟ انا بالنسبة لي لو كانت سنة ملح زيادة ويكتر الكفتة شوية ويزود النعناع شوية تاخد حلو وش، ولكن هتاخد عادي. هو كده اشمعنى الاسعار بيسعروها كده. نقفل بقى الكلام دوت وهرجع لكم تاني. لا بصراحة المطعم حلو الصراحة، والتغليف حلو، والتعامل هناك مع الناس حلو، الاوردر خد مني ربع ساعة، كمان كان بيسألني هل تحب كده تحب كده، وهو نصحني الصراحة في الأول هو عايز لارج بس طبعا للميزانية والفلوس، فأنا قلت لا هاكل مين كل ده، قلت ايه أجيب واحد كبير وباقي صغير بحيث أنا ايه أقرر لكم ايه الحجم وكده. شباب عايزين نوصل لـ1000 مشترك على آخر السنة، شد حيلكم وبس كده. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، كان معكم محمد عصام من قطعة صوميات، ما تنساش الشير اللايك السبسكرايب، سلام. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك، رمضان مين؟